لو كانت هذه الخطة التي أو هذه العملية التي قامت بها كتائب القسام متوقع منها أنه يكون تشهد هذه النتائج اللي شفناها كلياتنا على الهواء، أو لو كان في تنسيق مع باقي أو 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 كافة أعضاء المحور كانت النتيجة ممكن تكون مختلفة سواء في الداخل الفلسطيني أو على الكيان ككل. منذ انطلاق العملية أو منذ حصول العملية في بعض التقارير الصحفية التي أشارت بأنه هذه عملية متفق عليها ويعني بقرار إيراني ومنسقة مع حزب الله وكافة أعضاء المحور، فيما الأيام اللي لحقت فرجت وبرهنت أنه هذا كان قرارا فلسطينيا أحاديا. انطلاقا من اللي قلته، في الكثير من المعلومات المتداولة اللي بتشير أنه هناك عتب قد يصل حتى الانتقاد لما قامت به حماس أو لما قامت به كتائب القسام في غزة بشكل منفرد. ليش صار هذا الشيء اللي كان ممكن يكون له نتائج أبعد بكثير وأعمق بكثير فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي؟ شوف، نحن عم نحلل هون، يعني طبعا لا ننتمي ولا بننقل كلام. على مستوى التحليل في شيء أعلن، يجب أن نتذكر أنه حماس أعلنت، صالح العروري أعلن أنه لم نكن نتوقع هذه النتائج بمقابلة، فبالتالي يمكن البناء على هذا الكلام، وهذا واضح. يعني مين كان يتوقع أنه 1200 مقاتل بحسب ما أعلن تتمكن من قهر فرقة غزة بكاملها مع كل هذه التحصينات لمدة سنوات عم نسمع أخبارها كيف بني هذا الجدار وكذا وكذا، وإذ خلال وقت كتير قصير، خلال ساعات قليلة جدا، فتح الباب. يعني لو كانت حماس مثلا، هذا السؤال سيرتب تحقيقات لاحقة، إسرائيلي رح فوت بموجة تحقيقات طويلة بعد انتهاء هذه الحرب، أنه لو كانت حماس ضخت عدد أكبر من المقاتلين. يعني حماس مثلا تقديرات أنه 35 ألف مقاتل، ليش اشتغلوا هني 1200؟ لو كان مثلا ضخت عدد أكبر من المقاتلين ماذا كان سيحصل؟ هذه التصورات، بس هذه الأسئلة ما بتكون صح هلا، لانه قبل غير بعد، لما تكون عم بتخطط لمده اشهر بكل هذه السريه غير بعد. هذه اصلا بالتاريخ ما في لو، يعني ما في سؤال، ما بتعرف، ما هي الامور تتغير، يعني هو مسار الحرب بيتغير. يمكن كان هن محتملين انه ضربات صغيره وكم اسير على كم كذا لتحريك المياه الراكده باجواء تطبيع كتير قاسيه لتبييض السجون لكذا، في ضغوط من هالنوع استلزمت. ونحن هون منذكر لمن ينسى بسرعة كلام غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، اللي هي موافقه هلأ نسبيا جيدة بالمناسبة. يعني فغوتيريش قال أنه حماس لم تقم بهذه العملية ابتداء في تاريخ قبل سبق حصول ما يجري لم يأتي فهي رد فعل وليست فعل. هذه نقطة. النقطة الأخرى، كمان أعلن أنه باقي الأطراف الصديقة لحماس من حلف المقاومة لم تكن تعرف، وبشكل واضح يعني لم تكن تعرف على الإطلاق، بل أنه يبدو حتى القيادة السياسية لحماس ما كانت تعرف. يعني هي كانت تكتم حتى على باقي الفصائل الفلسطينية، واعتبر أنه أهم مفتاح، ولعله هذا صحيح، لنجاح العملية هو كمية الكتمان والسرية اللي فيها. أنا بعتبر أهم إنجاز حصل هو الكتمان. شوف، الإسرائيلي بغزة حتى في لبنان يدعي الإطباق الاستخباري، قطاع غزة قطاع صغير محاصر مراقب من 17-18 سنة بشكل وثيق جدا جدا جدا، كل مكالمة هاتفية يتم رصدها وتسجيلها ويتم تحليلها هلأ بالاي اي بالارتفيشال انتليجنس بالذكاء الاصطناعي، وعلى اساسها بيتحدد اهداف. ان تتمكن من التخطيط لعملية بهذا الحجم، عدد كبير من المقاتلين نسبيا تحت الارض لمدة اشهر بهذا الشكل السري، هذا انجاز يسجل للحركة الوطنية الفلسطينية التي لطالما عانت من موضوع الاختراق. يعني تاريخيا كان في ازمة كبيرة بالاختراق. الاسرائيلي لما فات باجتياح لبنان 82 فات عارف كل شيء بعد شوي، يعني حتى قيل انه حتى غرف النوم بيعرفها. هالمره كانت معكوسه، يعني الفلسطيني في انجاز عربي استثنائي، يعني لطالما العرب كانوا يثرثرون كثيرا ويفعلون قليلا، هالمره طلع العكس. اليوم الاسرائيلي يثرثر كثيرا، ما عم نلحق، الكل يصرح، الكل بيعقب، الكل بيحكي، هذا انجاز انقلاب بموازين القوى. هل لو، يعني هون بنسال السؤال، لو كان في تنسيق اكبر، او هل كان ينبغي ان يكون هناك تنسيق؟ كمان بعتقد انه بدنا ننطر حتى انتهاء الحرب، يعني في واحد يطلع بتقييمات اوليه، ولكن الامور بخواتيمها. مين عنده الان فكره عن كيفيه نهايه الحرب؟ يعني خلينا نشوف النهايه. لا، نهاية الحرب مش واضحة، ولا يعني النتائج السياسية التي ستتترتب عليها واضحة أساسا. لا، هي حسب نهايتها ميدانية، ميدان سيحكم الشكل السياسي اللي بتنتهي. أي من الأطراف المعنية لا تمتلك جواب سياسي